في القصير تعرض فريق المركز الإخباري لإطلاق نار من قبل إرهابيين قرب قرية الضبعة، ما أدى إلى إصابة الزميل المصور عاصم الشعار، وحالته الصحية بخير. الحمد لله على السلامة. تحكي لنا شو صار معكم؟ الله يسلمكم. ونحن اليوم يعني قمنا بتغطية الإعلامية لإنجازات جيشنا في القصير. نحن جايين تفاجأنا بزخ مطر عند مفرق الضبعة مما ادى الى اصابتي، وهذا لا يعني انه بدي اسكت اسقاط الحقيقه، فنحن الاقوى على الارض، نحن نملك الحقيقه، وهن هذول جربان وعربان، هذول بيروحوا وبالتاريخ بتبرين، وهي سوريا القويه بشعبها وقائدها، بدنا نبقى نحن اقوياء وندافع عن عروبتنا وقوميتنا وكياننا، هذا وطننا بيستاهل كل شيء، نحن عادي لقط الدم ما بتساوي جزء من تضحيه جيشنا الباسي اللي يحمي الله وقائد الجيش يحمي الله، وهذا ما في وهي عربون محبه وفاء، ونحن معنا يعني بكل الاريحيين نحن بنحكي، وهي ارادوا اليوم اسقاط حق كلمه التلفزيون العربي السوري، ولكن خسئوا ما دام نحن نمر ونحن بحمايه الجيش وهو محبتنا وهو عربون وفائنا. ونحن بدورنا نتمنى السلامة للزميل المصور عاصم الشعار، وأيضا لزميلتنا إيمان إبراهيم التي أعدت لنا هذا التقرير، حيث تسيطر قواتنا الباسلة على بعض الكتل في الحي الشمالي لمدينة القصير التي كانوا يتحصنون الإرهابيون بها، وتسيطر على الطريق الزراعي الذي يربط مدينة القصير بقرية الضبعة. توجهنا في مهمة إلى مدينة القصير برفقة الجيش العربي السوري إلى الحي الشمالي من المدينة، حيث تستمر الاشتباكات، وسيطر الجيش العربي السوري على بعض الكتل التي كان يتمركز فيها المسلحون بأعداد كبيرة ويستخدمونها لتنفيذ أعمالهم الإجرامية. كما أعاد الجيش العربي السوري السيطرة على الطريق الترابي الذي يربط مدينة القصير بقرية الضبعة والقرى الشرقية الأخرى. تمكن الجيش العربي السوري من استعادة السيطرة بشكل كامل على الجزء الشرقي من الحارة الشمالية، ويتابع تقدمه باتجاه الجزء الغربي لإحكام السيطرة على الحارة الشمالية بأكملها. وننوه إلى أن الجيش العربي السوري استعاد إحكام السيطرة على نقاط محددة جدا كالمسلخ والمؤسسة الاستهلاكية وإدارة المنطقة ومناطق أخرى كانت هي خط دفاع أول يتمركز فيها المسلحون بأعداد كبيرة. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الخط النهائي الذي يفصل الجيش العربي السوري عن المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة بأعداد كبيرة جدا في الجهة الغربية من الحي الشمالي لمدينة القصير. هذا الطريق كما تشاهدون، هذا الطريق يصل مدينة القصير بقرية الضبعة والقرى الشرقية التي تقع شرق القصير. هذه كما تلاحظون المزارع، جميع هذه المزارع كلها تحت سيطرة الجيش العربي السوري. ويبعد مطار الضبعة 1 كيلومتر تقريبا عن الخط أو الحد الفاصل بين الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. نحن الآن على مدخل الرئيسي للحارة الشمالي، الموقع الآن مطل على شعبة الحزب، قيادة المنطقة وأمن الدولي والمستودعات الاستهلاكية. طبعا النقاط اللي عديتها كلها هي تحت مرمى نيراننا، كلها تحت سيطرتنا النارية، وإن شاء الله خلال ساعات نكون موجودين بهي المناطق كلها. شو الشيء اللي عم يعقكم أكثر شيء بالعمل أنتم الجيش العربي السوري هلا أثناء التقدم أقصد؟ الإعاقة اللي عم تصير لتقدم الجيش هي أكثر شيء بتلغيم كل ما يمكن تلغيمه أمام الجيش العربي السوري من طرقات ومباني للمدنيين. وطبعا هاي الشيء ما بيعيقنا وانما بيأخر تقدمنا لحتى نكون متلافين الخسائر بالارواح والمدنيين والعسكريين. ولا يختلف الحال كثيرا عن الحي الجنوبي الغربي، حيث يتابع الجيش العربي السوري تقدمه هناك لاستعادة السيطرة على الحي بأكمله. كاميرا التلفزيون جالت في الحي ووثقت ما خلفه الإرهاب هناك. خربوا الممتلكات العامة والخاصة وعاثوا فيها فسادا وتخريبا. منازل هجروا أصحابها عنوة، دخلوا إليها تاركين بصمات إجرامهم في كل مكان. ألعاب وكتب تتبعثر على الأرض وتفتقد لفرحة أطفالها. منازل استخدموها ليخبئوا فيها أكياس الحبوب التي قاموا بسرقتها من مراكز الدولة.
وهنا جثة أحد المسلحين الذي كان يختبئ في المنازل لتكون قناصته هدفا لكل من يمر أمام ناظريه. نحن الآن كما تلاحظون في الحارة الغربية من مدينة القصير، ولا تزال قواتنا المسلحة الباسلة تتابع عملية تطهير ما تبقى من أجزاء هذه الحارة من رجل المجموعات الإرهابية المسلحة. شاهدتم الآن الشوارع ومداخل والشوارع والطرق الفرعية لهذه الشوارع هي بالكامل تحت سيطرة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة. أما بالنسبة لجثث القتلى الإرهابيين فالقسم متواجد كما لاحظتموه، والقسم الآخر في مسافات بعيدة حيث قام الإرهابيين بسحب قتلهم على اعتبار أنهم من جثث غير عربية وأجنبية. وكما وعدناكم دائما بأن قواتنا المسلحة الباسلة سوف تتابع التصدي ودحر المجموعات الإرهابية المسلحة بكل بسالة ومعنويات مرتفعة دائما وصولا إلى النصر القريب بإذن الله تعالى. إرهابكم لن يزيدنا إلا ثقة بأن كل شيء يرخص في سبيل الوطن، ومهما حاولتم سيبقى صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. يتابع الجيش العربي السوري تطهيره لكافة أحياء وشوارع مدينة القصير من العصابات الإرهابية المسلحة التي دخلت إليها تاركة بصمات إجرامها في كل مكان. من مدينة القصير لأخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم.